بسم الله الرحمن الرحيم أوقات كتير بتقابلنا مشاريع نعملها ونجتهد فيها لكن مع الأسف الإخراج العام بتاعها بيكون ضعيف إحدى الأسباب الجوهرية لأن البيئة ضعيفة مفيش عربيات مفيش شجر مفيش أسفلت مفيش ناس الموديل مظبوط الخامات مظبوطة الزاوية كويسة لكن البيئة ضعيفة علشان أشتغل ماكس كويس لازم أكون كويس في الموديل وكمان كويس في البيئة من العناصر المهمة جدا اللي تقابلنا في البيئة عنصر العشب مشاريع كتيرة جدا بتحتاج عشب في منها بيحتاج عشب بمساحات قليلة في منها بيحتاج في منها بيحتاج عشب بمساحات كبيرة ومفتوحة العشب ده بيشكل تحدي للناس اللي شغالين في المكس لعدة أسباب السبب الجوهري إن العشب بيكون تنفيذه صعب على المكس بياخد موارد هائلة من الجهاز بيحتاج منك معالج قوي جدا ذاكرة كبيرة جدا ما تقدرش تعمل بيه مساحة مفتوحة وكمان حتى لو جيت تعمل عشب على ايديك صعب يطلع واقعي يعني العشوائية بتكون مش كتيرة فبيكون منتظم زيادة عن اللزوم الخامة بتاعته مش واقعية اوي شكل العشب نفسه او شكل السنة بتاعت العشب يعني مش منطقي اوي من هنا بنحتاج لحد يساعدنا جوه المكس بنحتاج لمقبس او اضافة او بلجن اشهر مقبس وافضل مقبس عشان نعمل بيه العشب العشب العادي تاني العشب العادي مقبس اسمه الاوتوجراس الأوتو جراس ده مقبس بيساعدني إن أنا أعمل عشب بضغطة زرار واحد بيعمل العشب بيخليه واقعي بعمل مساحات مفتوحة بقدر أتحكم في العشب إذا كان هيبقى طويل أو قصير أو فيه عشوائية أو اتجاهه يمين أو شمال أو فيه عشب جاف أو عشب أخضر وكده فمشهد زي اللي قدام مننا ده كان مستحيل يتعمل إلا من خلال الأوتو أو أي حاجة شبهه إنما في الماكس من غير مقابس يكاد يكون مستحيل طيب لو جينا نتكلم على المقبس ده هنلاقي ان مسته انه بيستغل كل الانويه اللي عندك في المعالج، يعني مثلا انا عندي في الجهاز الجهاز بتاعي ايه البروسيسور بتاعه ايه ام دي اف اكس 8320، عندي 8 كور، يعني المعالج بتاعي جوه منه 8 معالجات، يعني يكافئ في الانتل كده الاي 7 ف بتعمل العشب هو بيستغل الانويه كلها في العشب، مش بيشغل حبه ويسيب حبه كمان ودي طبعا يعني مش ميزه قويه لان معظم البرامج بتستغل الانويه اللي عندك كلها الميزه القويه هنا ان انا بحط له حجم من الرامات ما ياخدش اكتر منه لان لو خد اكتر من حجم معين بقيه البرامج هتبقى بطيئه ولو خد حجم كبير قوي من الرامات مبالغ فيه الجهاز نفسه هيبطا والرندر مش هيتم فالرسمه دي بتعبر عن اداء الجهاز بينما اثناء ما الاوتو جريس بيعمل رندر وبيكون لك العشب بتاعك وبيثبت لك هنا ان انت الطلب على الرام عندك بيزيد عند حد معين، الاوتوجريس بيمتنع انه يطلب رام زياده ويلتزم بالسرعه اللي وصل لها، وبعد فتره انت بتطلب منه تاني مثلا انه يعمل ريندر جديد بيبتدي يطلب رامات رامات رامات, رامات بيوصل لحد معين انت له. بيبتدي يلتزم بيه وما ياخدش اكتر منه فبالتالي بنضمن ان الجهاز ما يهنجش ممكن ياخد وقت اطول اه بس الجهاز مش هيهنك بقيه البرامج شغاله معاك عادي خالص. ودي ميزه من ميزات الاوتوجريس. وهو بيعمل لنا عشب طبعا بيدينا اوبشنز ان احنا ممكن نعمل قص في العشب يعني مثلا هنقول ان العشب ده طويل او العشب ده قصير او العشب ده كامل النمو والعشب ده مقصوص منه بيدينا اوبشنز ان احنا نعمل اه ارتفاعات عشوائيه نحس مثلا عشب هنا مثلا في المنطقه دي مثلا ارتفاعه 15 سم هنا 10 سم هنا 12 سم سواء الارتفاعات دي عشوائيه فعلا او بناء على صوره انا بديها له عشان احدد له فين العشب الطويل وفين العشب القصير طبعا في اوبشنز كتير واحنا ماشيين ومثلا من الاوبشنز دي ان انا اقول له ان في بعض المناطق في العشب بتاعي او في النجيله كبيره متقدمه في العمر وابتدت تجف وبعضها لسه في مرحله النمو بتاعته وفي في اوبشنز كتيره ممكن نتحكم فيه الاوتوجريس ده محتاج ارضيه واقول له اكسهال نجيله فالارضيه دي ممكن تكون بلان ممكن تكون صندوق ممكن تكون اسطوانه ممكن تكون بيت يعني اي شكل ممكن تحط عليه مقبس العشب هو مقبس سهل جدا استخدامه سهل استخدامه بديهي سريع ماشي لكن وانت شغال خد بالك لو هتخلط حاجه تانية مع العشب هو مش هينفع معاك يعني ما ينفعش تحط زهور في العشب عشب بس عينات العشب دي هو بيديك مثلا 7 8 10 عينات خد منها العينه اللي انت عايزها بس ما فيش عينه فيهم فيها زهور او ورود او حاجه زي كده هدخل حاجه غير العشب ما ينفعش خلاص الاوتوجريس في حاجه تانية كمان خد بالك ان المنطقه اللي هتسمح للاوتو جريس ان ينمو في يعمل ينشئ لك فيها العشب بتاعه يعني لازم المناطق دي ما يكونش فيها مجسمات لان لو الاوتو جريس نما في الحته دي هلاحظ انه ابتدى يخرم الارضيات الاسمنتيه دي ويبرز منها فلازم اصمم الارضيه بحيث يكون الثلاث مناطق دول عباره عن فجوات عشان ما ينموش فيهم عشب طبعا الكلام ده هنقوله بعدين احنا بنلقي بس نظره عامه طبعا وانت شغال بتعمل بيئه حوالين فيلا او او كليه او مبنى كبير اي نعم النجيلة وارده ورده بنسبه كبيره جدا لكن برضه الشجيرات الصغيره ورده الشجر وارد جدا فبالتالي ما ينفعش الاوتوجريس لوحده ده بيعمل نجيله بس انا صممت مشهد بسيط علشان نطبق عليه مقبس العشب او الاوتوجريس المشهد ده عباره عن ارضيه الارضيه دي متقسمه مربعات كل مربع واحد متر في واحد متر حطيت عليه مجسم هو ده اللي اتجسب هنكسيب العشب بعد كده طوله وعرضه متساويين حوالي 3.7 متر و من وارتفاعه 4 من متر وعشان برضه يبقى عندنا احساس اقوى بالابعاد حاطط هنا صوره طفل ارتفاعه حوالي 130 سم هنا بس في ملحوظه يفضل وانت شغال تشتغل مش بالوحده جينريك تشتغل بوحده انت عارفها يعني مثلا متر بوصه ويفضل تشتغل بالمتر وانت شغال في مقبس العشب فبخش قائمه كاستمايز واقول له يونتس سيت اب واقول له مترك انا شغال بالأمطار يعني ما اقول لك حاجه طولها 5 في 5 يبقى 5 متر في 5 متر مش ارقام وخلاص مش جنريك دي اللي هتلاقيها عندك كاعداد افتراضي يعني هقول له انا شغال بالأمطار وكمان المفروض اخش كاستمايز واقول له بريفرنسز واتاكد ان انا هنا عندي الجاما اند ال يو تي يعني خاصيه تفتيح الصوره شغاله لان معظم الناس شغاله على الشاشات ال سي دي الشاشات دي بتعمل يعني كبت للاضاءه بتخلي الاضاءه قليله شويه فبالتالي العشب عندي بيكون غامق قوي فيفضل اشغل خاصيه الجاما والاليو تي كوركشن ماشي انا بس بحط علامه الصح كده وخلاص مش من غير ما نخش في تفاصيل كتيره يعني خلاص ولو انا سطبت الماكس وسكوت هو غالبا بيكون محطوط عليه علامه الصح نتاكد بس من الاعدادين دول قبل ما نشتغل هضغط اف 4 عشان اشيل الاضلاع ده المشهد اللي عندي انا عامل خامات بسيطه على المجسم بتاعي وبعدين هبتدي ان انا ايه اعمل رندر في الوضع ده فهخش قائمه ريندرنج واقول له رندر طبعا اعدادات الفري عاديه جدا فيزيكال كاميرا عاديه جدا فيزيكال عادي جدا يعني عنصر اضاءه عنصر عادي حطيت شمس او عنصر الفري وسكت ما عدلتش في خصائصه حاجه وحطيت فيزيكال كاميرا وما غيرتش فيها حاجه خلاص الملف ده عمل رندر عندي انا عندي طبعا الجهاز اللي انا شغال عليه حاليا اي ام دي اف اكس 8320 8 انويه الرامه اللي موجوده عندي حاليا في الوقت اللي بسجل فيه 4 جيجا بس ده أه عدد الاضلاع اللي في المشهد هو عباره عن عدد المج... المضلعات اللي في المشهد اللي هو عدد المضلعات اللي في الارضيه وفي الطفل أه الرندر ده خد 16 دقيقه 16 ثانيه و2. طيب دلوقتي بقى انا عايز استخدم المقبس بتاع الاوتوجريس هعمل ايه هنخش على الكرييت وبعدين جيومتري وافتح اللستة دي واقول له في هلاقي هنا حاجه اسمها اوتو جريس او اوتو جراس خلاص بس انا متعود اقول عليه اوتو جريس يعني ماشي هو مش شغال ليه؟ لان انت لازم الاول قبل ما تشغله تختار الارضيه اللي اتحط عليها العشب هقوم مختار الجسم ده تختار شيء مجسم يعني فبالتالي هو اشتغل معاك واقوم ايه ضاغط على الاوتو بس خلاص انت كده عندك عشب فين العشب يا سيدي؟ هو مش باين بس لو عملت رندر هيبان طب انا عايز اشوف العشب قبل ما اعمل رندر خلاص خش الموديفاي خد بالك انت عندك هنا حاجه كده يعني احنا مش شايفينها لو خدت التحريك وطلعت لفوق هلاقي عندي اكس واي زد بس انا مش شايف حاجه ده النقطه دي بتعبر عن ان عندك عشب طبعا العشب هيكون موجود على الارضيه اللي تحت لما بخش الموديفاي اسم العشب هنا ماشي طبعا هنا في مجموعه كبيره جدا من الاختيارات لكنها بديهيه وسهله ان شاء الله في الفيو بورت ديسبلاي يعني انت عايز العشب يبان في المسقط ولا لا ويبان ازاي هنفتح القايمه الفرعيه دي ونقول له بريفيو ان فيو بورت انا عايز اشوف معينه كده قبل ما اعمل رندر ده العشب فهو وزع العشب بعشوائيه على المجسم كله طب ده العشب قليل قوي يقول لك لا اللي انت شايفه ده 1% من الكثافه الفعليه للعشب عشان بس المشهد عندك ما تقيل بتلاحظ لو انت ضغطت الشورت كات اللي هو 7 اسف 7 مش 8 7 بيبان لك هنا احصائيات بعدد النقط اللي عندك حطيت فيري جراس او ما حطيتوش كده كده عدد النقط ثابت ما بيزيدش يعني ممكن اعلم على اخش سيلكت باي نيم اقول له الفيري جراس او الاوتو أو أو جراس ماشي اقول له ايه شايفين البلان ده لما اقول له يبان فبيبان عنصر جرا... الفيري جراس على هيئه بلان وبيبان تاثيره هنا لو قلت له ما يبانش فبيختفي البلان وبيختفي التاثير بس هو لسه موجود طيب هقول له ديليت لاحظوا برضو العدد ما اتغيرش بقى ال 10000 مضلع دول هو المضلعات اللي بتعبر عن الارضيه والطفل اللي هم عملوا رندر من شويه في 16 ثانيه تقريبا هاخد الارضيه تاني واخش كرييت جيومتري اوليفيري وبعدين اقول له اوتوجراس ونقول له بريفيو وبعدين نعمل رندر تاني الرندر اللي فات من غير العشب كان 16 ثانية واثنين من عشرة طبعا هنا الاعداد للرندر غاب شوية والرندر نفسه يكون ابطأ ماشي ابتدى العشب عندي يتكون وابتديت الاحظ انه عشب فعلي في بروز حتى البروز بتاعه بتاع الظل بتاعه باين على الارضية العشب كسى المجسم كله العشب الكثافه بتاعته يعني متوسطه لا هي قليله ولا هي كبيره بدليل ان الخطوط البيضه اللي هنا في الارضيه باينه شويه. وما الارضيه كلها. لو احنا ركزنا على رجل الطفل ده هنلاحظ ان رجل الطفل دي مغروزه وابتدت تختفي شويه من العشب. العشب ده ارتفاعه مثلا حوالي 8 سم او حاجه زي كده. طبعا ممكن نغيره زي ما احنا عايزين. أه عشان اكسي مساحه 3.7 متر طولا وعرضا، خد بالك الوشين يعني الوش والجناب الوش اللي فوق ده والجناب والارضيه كلهم عليهم عشب انا يهمني مثلا عشب في المنطقه دي بس هو بيحط العشب على كله بعد كده ممكن ننقي الكلام ده خد دقيقه ايه وثانيه فطبعا دي سرعه كويسه جدا يعني خلاص ممكن احنا نيجي هنا آه. ونحدد المنطقه اللي احنا عايزين عليها العشب بس اختار المجسم بتاعي ماشي هعمل الت كيو عشان اعزله خش الموديفاي هختار بعض الاوجه ماشي انا كنت مختار قبل التسجيل اوجه معينه هقول له مثلا تيل التوب زد للزوم هختار المنطقه دي خلاص انا اخترت هنا اوجه معينه بي للبرسبكتيف زد للزوم ماشي هي دي المنطقه اللي انا عايز العشب ينمو عليها بس غير المنطقه دي انا مش عايز حاجه عايز تفضل بخامتها العاديه هنزل تحت كده هقول له مثلا ترقيم او الاي دي بتاع الاوجه دي مثلا 12 يعني لما اقول لك الاوجه لأرقامها 12 تبقى هي الاوجه الحمراء دي او يكفيني ان انا اختارها يكفينا حاليا ان انا اختارها مش شرطة دي رقم مميز يعني طيب وبعدين اسيب الجسم بس طبعا الماكس فاكر انا اخر حاجه مختارها ايه اللي هي الاوجه اللي فوق وهقول له الت كيو تاني عشان ارجع المشهد الاصلي واقول له سي عشان الكاميرا وبعدين اخش على الاوتوجريس موديفاي <متحدث> انا كده ماسك الارضيه العشب لا هقول له ايه ايوه الاوتوجريس اهو هقوم بعيد كده شويه خلاص